خلص ما نبلش. الأسبوع الماضي بايع شخص مجهول اسمه أبو سياف الأنصاري من طرابلس أبو بكر البغدادي أمير دولة العراق والشام الإسلامية داعش. حتى ميز البياع كمان بايع لأبو بكر البغدادي. شو خص؟ لأنه ميز البياع. أبو بكر البغدادي من فضل الله سبحانه وتعالى أفحم بالروافض في العراق. هذه المعايدة هداة لأميرنا أبي بكر البغدادي حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مبروك عيد الضحية يا أهل العزومة القوية يا عاصم الراس وينك يا عاصم الراس وينك كبير الله أكبر. بس مين أبو بكر البغداد؟ الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. أبو بكر دولة الإسلام. ما اسمك؟ أبو بكر. أبو بكر ماذا؟ بغدادي. ما شاء الله. من أين أنت يا أبو بكر البغدادي؟ أوزبكستان. ما شاء الله. أنت في جبهة النصرة من دولة أو من جيش حر؟ دولة. ما شاء الله. دولة ماذا؟ دولة الإسلام في العراق والشام. ما شاء الله تبارك الله. أخي وماذا تحب أن تقول للكفار؟ ماذا لم أسمع؟ فات أنت ذبحت. مش معقول. ما شاء الله ما شاء الله. من أنا بفتكر إنه الولد هو بالأساس بيعه، إنه ما حدا بيعه. كيف فيك تبيع حدا هو بيعه على الإيباي أصلاً؟ ليك أنا بفتكر إنه داعش مثل السلطنة العثمانية أيام زمان، وأبو بكر البغدادي مثل السلطان سليم، بيخطف الأولاد الصغار وبيعمل منهم جيش الإنكشاري. حضانة داعش، عزيز المواطن، مديرك لئيم. هوزي 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 هوزي. شارك سميك، مرتك بالشغل والصانعة اللي عندك ملف. Don't miss any spots and it's delicate. It's very delicate. ابنك نيقة وما في مدرسة تقوي، ما تلف وتحتار، الحل عنا. تم بعونه تعالى افتتاح حضانة داعش للأطفال. كبير الله أكبر. وبفخر كبير يعلن الأخ المجاهد طارق غلام لبكي عن البدء باستقبال أطفالكم من عمر سنة إلى 7 سنوات. أعداء من الأطفال. حضانة داعش 30 سنة من الأداء المتميز في أفغانستان وباكستان وكازاخستان وأوزبكستان، والآن في عربستان. أقوى المناهج التخريبية، أفضل الخبراء في التفخيخ والتفجير وتلحيم الأشكمنات. حائز على الايزو بالتاي فود مع 6 جوائز ايمي و4 جراميز و2 طوق و1 رير ستيك بليز. شعارنا اطفالكم ليسوا لكم، اطفالكم داعش. داعش نضاف ريحة لم تذبح. لعنت بعشية. شو اسمك عمو؟ فوفي. ما شاء الله ما شاء الله. نحن مين بدنا نبايع؟ فوفي. لا مش منا، نحن الحكيم ابو سمره البشراني. ما شاء الله ما شاء الله. انت قديش عمرك يا ولد؟ فوفي. ما شاء الله ما شاء الله.